مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. في شهر أبريل الماضي صدر قرار مشترك من وزير الزراعة والري بحظر زراعة الموز في الأراضي الجديدة والأراضي الصحراوية. الحقيقة هذا القرار حسب ما ذكر كان بهدف تقليل أو ترشيد استهلاك المياه باعتبار أن الموز من المحاصيل الشرهة للمياه. الحقيقة رغم أن هذا القرار له مبرراته إلا أن في الكثير من مزارعين الموز والعاملين في هذا القطاع اللي بيحتوي على عدة مراحل واستثمارات كتير جدا بخلاف أي محصول تاني كان من المتضررين أو من المتأثرين بهذا القرار. كان لابد قبل صدور هذا القرار أن يكون في حوار مجتمعي مع هؤلاء المزارعين اللي بينتشروا في كل محافظات مصر في الأراضي القديمة والجديدة والصحراوية. هيا النهاردة احنا معانا الدكتور عبد الحميد الشاهد، أخصائي زراعة الموز بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية وأحد العاملين في هذا القطاع وعلى هذا المحصول في المجال البحثي والمجال الحقلي والمجال المعملي وفي كل المراحل الخاصة به. هنتكلم مع الدكتور عبد الحميد الشاهد عن هذا القرار وتأثيراته ومحصول الموز في مصر وايه وضعه والمساحات المزارعة به. نرحب بالدكتور عبد الحميد. اهلا وسهلا فندم. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور عبد الحميد، يعني على مدار اكثر من شهرين كان في الكثير من ردود الفعل على هذا القرار، لكن قبل ما احنا نتكلم على القرار وتاثيراته وبنوده وما الى ذلك، حابين نعرف يعني في البدايه للناس اللي مش متابعه الموز في مصر المساحات المزارعه بيه ايه وبعض المعلومات عن هذا المحصول المهم والفاكهة الحلوة بالنسبة للمصريين. في البداية بشكر حضرتك لإعطاء الفرصة لتوضيح جوانب تهم كتير من الناس العاملين بقطاع زراعة وإنتاج الموز في مصر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. الموز طبعا من الفاكهة المميزة عالميا على مستوى العالم. العالم بينتج منه حوالي 100 مليون طن. الهند لوحدها بتنتج ما يقارب ال 30 مليون طن، حوالي تلت انتاج العالم. حوالي التلت. الهند لوحدها. ميه كتير هناك بقى. الموقع مصر بقى في منظومه انتاج الموز، طبعا مصر فيها حسب اخر احصائيات حوالي 84 الف فدان موزعين بين اراضي الوادي والدلتا والاراضي الجديده. حوالي ما يقارب 52 الف فدان في اراضي الوادي والدلتا، وفي حوالي 32 ألف في الأراضي الجديدة. مصر بتنتج ما يقارب 1,400,000 طن في السنة. من كم ألف طن؟ مليون وحوالي 400,000، يعني مليون ونص مثلا. في الحدود دي. والرانك بتاعها على مستوى العالم 15، احنا الدولة رقم 15 في إنتاج الموز على مستوى العالم. والماركت شير بتاعنا 1.2% من الانتاج العالمي. ده وضع الانتاج الموز في العالم ووضع مصر في الموز. بالنسبه للعاملين فيه، يعني الناس اللي بتشتغل فيه قد ايه، يعني باعتبار ان ده مساحات كبيره، حضرتك ذكرت اكتر من حاجه و30 الف تقريبا ولا 84 الف، 84 الف فدان حسب اخر احصائيات. اكيد في الكثير من العاملين في هذا القطاع. طبعا يعني نحب ننوه في النقطه ديت، في محاصيل يعني لا يرتبط بها بنيه اساسيه وبنيه تحتيه وتكلفه ثابته كبيره. يعني في حال صدور قرارات بشانها الموضوع سهل، في بدائل كثيره والمزارع بتاعها لا يتضرر من شيء. تمام. يعني مثلا لو لغينا زراعه اي محصول مثلا وعلى سبيل المثال مثلا ذره في منطقه معينه، ممكن بسهوله المزارع يزرع حاجه ثانيه، ولكن بديل. الموز ده صناعه ومنظومه كبيره. لازم لما نيجي ناخد قرارات بشانها يبقى في حوار اكتر، في حوار بين خبراء اكتر معنيين بالقصه، عشان في الاخر القرار يطلع، لان كلنا يعني بنهدف لصالح البلد وصالح المجتمع بتاعنا طبعا. الموز بترتبط بيه بنية تحتية ضخمة جدا من معامل زراعة أنسجة كتير بتكلف مليارات، فيما يقارب الخمسين معمل، حاجة واربعين أو خمسين معمل مرخص، وفي بعضها تحت الترخيص غيرها تحت الترخيص، فبتجهيزات علمية حديثة وأجهزة خاصة بزراعة الأنسجة، منظومة كبيرة وبيها عاملين وبيها أنشطة مرتبطة زي مثلا
شركات توريد الكيماويات والزجاجيات والأجهزة والكلام ده. طب علشان برضو الكلام ده بيتعلق بسؤال او الحاجه اللي احنا عاوزين نفهمها اكتر. تمام. وهو قرار الحظر، القرار اللي زي ما قلت في المقدمه قرار مشترك صدر فجاه من وزارتي الزراعه والري من خلال اللجنه التنسيقيه المشتركه بينهم لتنسيق الامور المشتركه في قطاعين الزراعه والري. هذا القرار اللي صدر وحظر زراعه الموز في الأراضي الجديدة والأراضي الصحراوية وإعطاء مهلة تقريبا 3 سنوات للزراعات الموجودة فعليا حتى يعني تبطل زراعة الموز. عاوز أعرف من حضرتك تفنيد هذا القرار ببساطة وبسهولة ويعني ماهية هذا القرار والهدف منه إيه قبل ما نتكلم عن التأثيرات. تمام. هو القرار يعني شمل 3 مواد أساسية وهي حظر زراعة الموز بالأراضي الصحراوية والجديدة. تاني مادة تعديل النظام الري في الأراضي في المساحات اللي بتزرع في الأرض القديمة إلى الري من الري السطحي للري إيه بالتنقيط. وتالت مادة نصت على دعم بسيط لزراعات الموز وهو 4 شكاير يوريا. دعم بسيط من الأسمدة الكيماوية لزراعات الموز. ديت المواد الأساسية اللي في القرار. حضرتك شايف تأثيرات هذا القرار إيه؟ يعني أكيد هذا القطاع حسب ما ذكرت في ناس كتير أو في مراحل كتير وفي العديد من العاملين والعديد من الحاجات الثابتة كمان زي حاجة تانية زي ما قلت. تمام. فتأثيراته إيه على هذا القطاع؟ يعني تأثيرات حظر زراعة الموز. والله في رأيي يمكن تقسيم تأثيرات السلبية لهذا القرار اللي هي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. تأثير لو جينا نتكلم يعني عن التأثيرات المباشرة، يعني هو القرار أغفل زي ما قلنا الصناعة الكبيرة والتكلفة الثابتة والمنشآت الضخمة من أول معامل زراعة الأنسجة. لو جينا خدناها بالترتيب، معامل زراعة الأنسجة مكلفة يعني عشرات الملايين، وبالأجهزة اللي فيها بالعمالة الفنية المدربة اللي فيها وما يرتبط بها من الشركات الكيماويات والزجاجيات والصناعات المغذية للمعامل، وفي ده قطاع كتير كبير من مهندسين وفنيين وعمال و قصة كبيرة لوحدها قطاع المعامل وزراعة الأنسجة. خش بعد كده على طب قبل ما نروح للنقطة التانية، هل المعامل دي ممكن تشتغل لمحصول تاني؟ يعني اشتغل صعب يعني علشان نبقى على أرض الواقع، نظريا دي معامل زراعة أنسجة يمكن إنها تشتغل في أي نشاط. يعني هو يقول لك كده بس على أرض الواقع هذه المعامل أكثر يمكن من 90% نشاطها هو زراعة الموز. تمام. وبتبقى العمالة مدربة على كده، إنما يعني نظريا ده معمل زراعة أنسجة يمكن أنه يتعامل في أي نشاط آخر، إنما على أرض الواقع أكثر من 90% من نشاط المعامل هي زراعة الموز. لأن إحنا برضو إيه يعني شطار في الحكاية ديت، في الحمد لله، ويعني المستوى بيتحسن يوم عن يوم. ده جانب. بعد كده جانب المشاتل، وبتنقسم لجزئين، مشاتل الأقلمة ومشاتل اللي هي ما يقال عليها التربية، اسم دارج، مصطلح دارج ولكن غير دقيق طبعا. فمشاتل الأقلمة اللي هي بتاخد النبيتات من معامل زراعة الأنسجة وتزرعها في بوتس 5 سنتي كده، معروفة لدى العاملين في المشاتل. أيوة. وبتستمر من شهر 45 يوم. احنا معانا بعض الصور معروضه معانا كمان علشان تمام. الناس تشوف من معامل الانسجه نفسها. تمام. ديت مراحل دي مشاتل التربيه. دي بعد المرحله الثالثه، بعد مرحله الاقلمه. مرحله الاقلمه بتاخد من 30 ل 45 يوم، بعد كده بتنقل. دي طبعا الصور اللي احنا شايفينها ديت من داخل معامل زراعه الانسجه. وديت طبعا في المرحله الثالثه، مرحله التجدير. على فكره القرار صدر في اخر الموسم الشغل داخل المعامل، يعني انتاج المعامل كله بقى لهم سنه شغالين ومكلفين طبعا عماله وكهرباء وكيماويات وكذا وكذا، هو جاهز دلوقتي على الانتقال للمرحله مرحله الاقلام. فدي هتبقى خساره كبيره جدا جدا جدا. الصدور المفاجئ للقرار بدون تنبيه او تحذير، المعامل دلوقتي هتبدا تطلع الانتاج بتاعها، انتاج خلص خلاص، الموسم الشغل خلص وانتاجها جاهز للخروج للمشاتل. يعني هتروح فين بقى؟ مشاتلها مكان تروح فين؟ الله. ماشي. بعد كده قلنا مرحله الاقلمه والناس العاملين فيها طبعا هيتاثروا تاثير كبير.
اللي عاملين في المشاتل، مشاتل التربية، ما يسمى بالتربية برضو، طبعا بلاستيك وصوب وعمالة ومهندسين، وبرضو أعداد كبيرة جدا. بعد كده المزارع، سواء مزارع صغير بيزرع موز بمساحات صغيرة، أو المستثمرين الكبار والشركات الكبيرة اللي بتعمل في قطاع زراعة وإنتاج الموز في مصر، كل ده طبعا بعماله بمهندسينه وبفنيينه هيتأثر. وبعدين في نقطة مهمة عايزين نذكرها هنا، وهي إن الموز من الناس اللي إيه اللي ليه عمالة مخصصة ليه، يعني أي نبات تاني ممكن أزرع كذا أزرع كذا، لا، في ما يطلق عليه مواز مثلا، ده قضى حياته كلها في المهنة دي، ما يعرفش غيرها، ما يعرفش غير الزراعة دي. فالموز ليه خصوصية كبيرة الحقيقة. ففي ناس مهنتها دي وما تعرفش غير دي، وقضت حياتها في القصة دي، فكان يجب ان احنا يعني ايه نراعي الجوانب دي كلها. بعد كده، بعد موضوع المستثمرين اللي بيزرعوا في الاوبن فيلد او الحقل المفتوح، في برضه انشطه متعلقه، من مثلا من معدات تقيله بتفحر للتجهز، من التوريدات الاسمده العضويه بكميات ضخمه، من العماله اللي بتشتغل في الزراعه، زراعه الموز وعمليات الخدمه، من الفنيين اللي بيركبوا انظمه دعم السوباطات او ما يسمى بالتندونه اللي بتدعم الصوبات عشان ما تقعش ما تسقطش على الارض اثناء مراحل النضج، يعني من ثلاجات بتشتغل، وطبعا وشركات اسمده ومبيدات، وقصه كبيره خالص. بعد كده هنبدا قطاع النقل اللي بينقل المنتج لغرف انضاج الموز في الاسواق الكبيره المنتشره. قطاع النقل بياخد المحصول وبينقل شتلات وبينقل اسمده وبينقل كيماويات. قطاع النقل مؤثر جدا 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 طبعا، وبصوره كبيره في القصه دي. بعد كده الغرف الانضاج في المحلات في الاسواق الجمله بتاعتنا منتشره في ربوع مصر، في سوق العبور، في 6 اكتوبر، في الصعيد، في اسكندريه، في المنصوره، طنطا، شبين، منتشره خالص غرف انضاج موز، واسعارها فلكيه، اسعار يعني تكلفه الوحده عاليه جدا. ما ينفعش الغرف دي تشتغل لاي، هي مصممه للموز، اسمها غرف انضاج موز، تاخد بالك. فكان يجب ان احنا برضو ايه ده. انا راعي ده، ولسه السلسله فيها، لسه المصدرين، الناس اللي بيشتغلوا في تصدير وتاثير القرار ده على العائدات. احنا صادرات الموز بتاعتنا تعدت ال 22 مليار دولار سنويا، وقبل مليون بقى اسف 22 اكتر، تعدت 22 مليون دولار. طب احنا هيتاثروا، ده التاثيرات المباشره في الايه في العاملين. طبعا يعني السماح به في الارض القديمه، الموز في الاراضي الجديده مواصفاته احسن، افضل من الارض، ومواعيده غير برضه، مباك بيبقى مبكر شويه، ومواصفاته كفاكهه اعلى، واللون بتاعه احسن، فبيبقى صالح للتصدير بصوره بشكل افضل وبشكل انسب للتصدير. طب دكتور، احنا اتكلمنا على القرار ده وتأثيراته. لا حضرتك، احنا اتكلمنا على التأثيرات المباشرة. ايه التأثيرات الغير مباشرة؟ في رأيي لا تقل خطورة عن التأثيرات المباشرة. التأثيرات المباشرة حضرتك دلوقتي طبعا احنا بنستورد برضو كمية ضئيلة من الموز دلوقتي. الحظر بالقصة ديت هيقلل الانتاج بتاعنا. طب انت بتستورد كمية، الاستيراد ده استيراد الموز هيزيد ولا هيقل؟ لما انتاجك يخاف اكيد هيزيد، وهنضطر ننفق عمله صعبه في استيراد الموز. في الاسواق الكبيره النهارده لما تشوف الموز اللي مثلا اللي جاي من الاكوادور او الدول اللي احنا بنجيب منها الموز، تلاقي السعر مثلا بيتراوح من 30 ل 40 جنيه الكيلو، المستورد، وانت عندك انتاج غزير وبتصدر منه. طيب لما الانتاج ده يقل هنستورد، هتستورد قد ايه؟ وهتتكلف عمله صعبه قد ايه؟ دي تأثير يعني غير مباشر للموضوع. في حاجات أخطر كمان من كده، من إن أنت مخصصات الاستيراد هتزيد. إيه علاقة هذا القرار بزراعة القمح؟ وهو المحصول الاستراتيجي رقم واحد يعني مصر. طب احنا قبل ما نتكلم في النقطة دي، لأنها هتاخد وقت، احنا معانا الدكتور إبراهيم عبد المقصود، أستاذ التكنولوجيا الحيوية بجامعة السادات. دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، أهلا بيك. احنا يا دكتور بنتكلم على القرار المشترك الصادر عن وزارتي الزراعة
والري واللي حظر زراعة الموز في الأراضي الجديدة والصحراوية. وكنا عاوزين يعني نعرف من حضرتك بالنسبة لك هذا القرار إيه اللي يمثله وكمان تأثيراته على العاملين في القطاع وعلى القطاع بصورة عامة. أيوه، زراعة الموز طبعا من الزراعات الهامة جدا، ومصر حققت فيها نجاح باهر منذ أن أنتج الموز عن طريق زراعة الأنسجة، معناها إنتاج نباتات خالية من الأمراض. ثانيا احنا داخلين في يعني ندره مياه نسبيه، الموز بيحتاج كميه مياه كتير، ولكن طرق التكنولوجيا الحيويه الحديثه والرساله الدكتور عبد الحميد رساله الدكتوراه بتاعته على انتاج نباتات موز بتوفر كميه كبيره من المياه. ثانيا بتقي من الامراض، احنا عندنا حل. احنا السؤال ان احنا عندنا الموز بيستهلك مياه كتير، عايزين نوفر كمية المياه. ايوه، في طريق حل عن طريق البحث العلمي. البحث العلمي وصل الى ونشر الرساله دي، خدت احسن رساله دكتوراه في جامعه مدينه السادات، وده عمل متعاون بين معهد بحوث البساتين ومعهد الدراسات والبحوث البيئيه ومعهد الهندسه الوراثيه في جامعه مدينه السادات على انتاج نباتات موز باستهلاك كميات مياه اقل. اذا الحل في الحل موجود. حاجة موجودة. النقطة الثالثة إن إحنا لما نقلل إنتاج الموز هنستورد موز، هنستورد بعملة صعبة. النقطة الثالثة هنزرع في الدلتا والوادي، معناها على حساب المحاصيل الأساسية الاستراتيجية بتاعتنا زي القمح. إذا توفير المياه ده شيء مهم جدا، القرار الهدف منه توفير المياه. إذا ما هو الحل؟ الحل في استخدام الطرق الحديثة في إنتاج الموز لتوفير المياه. اذا يعني احنا ما نحظرش الزراعه، لا نحظر الزراعه في مقابل ان احنا يعني نطبق البحث العلمي في زراعه الموز. نعم، نطبق البحث العلمي في زراعه الموز، يعني ممكن عن طريق زراعه 100 فدان ممكن نفس كميه المياه على حسب النتائج اللي توصلنا عليها في رساله الدكتور عبد الحميد نزرع 250 فدان. اذا انا 100 فدان نزرع بيهم 250، معنى ذلك ان انا هوفر يعني اكثر من نص من المياه. الهدف السؤال ايه؟ ان انا عايز اوفر مياه. نعم، ده طلب مهم جدا. يعني القرار الوزاري اللي طالع بين وزارتي الري والزراعه هام جدا، ان احنا عايزين نوفر مياه. انا عندي الاجابه على هذا السؤال، هنوفر مياه باستخدام طرق البحث العلمي الحديث. والرساله الدكتوراه موجوده ومطبق الرساله نفسه موجود. طب يا دكتور، هل هذه الرساله يعني في نموذج لتطبيقها هنا في مصر؟ يعني لتطبيق نعم. نتائجها موجود. العلميه نعم. موجوده؟ نعم. موجود. هو الدكتور عبد الحميد انا كنت بشوف الرساله مع زملاء اخرين والرساله دي خدت احسن جايزه في جامعه مدينه السادات، والتطبيق عن طريق البحث العمل. في تطبيق يعني في حل يعني في حل يا دكتور. في حل نعم. الهدف من القرار الوزاري مضبوط وكويس جدا جدا، ولكن البحث العلمي يحل مشكله. ايه المشكله؟ هنوفر ميه، نمره اثنين هنوفر عمله صعبه، واللي هنستورد موز من امريكا الجنوبيه بمبالغ كبيره. نمره ثلاثه ما يكونش الحساب على المحاصيل التقليديه زي الامس اللي احنا عايزين نزود انتاجه. وبالتالي الحل هو البحث العلمي. النتائج موجوده، احنا مش لسه هنعمل ابحاث، لا ده الحل موجود. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ابراهيم. الطرق الحديثه في طبقا لي، وفي بعض الناس اشتغل كده، بداوا يعملوا كده. اذا توفير المياه هام جدا جدا، لا ننكر ذلك. القرار الوزاري مهم للغايه، ولكن لا نمنع زراعه الموز حتى لا تتقاطع. نمره واحد المياه هنوفرها، نمره اثنين معامل زراعه الانسجه اللي ناجحه نجاح باهر في مصر، وهي كمان غرف انضاج نباتات الموز لا تتاثر، الصناعه نفسها صناعه كبيره وممتده لمشاكل لا تتاثر، سواء كانت مشاكل للاقلام او مشاكل لتربيه ونمو النباتات. هذه الصناعه الحل هو توفير المياه. كيف نوفر المياه؟ عن طريق البحث العلمي. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ابراهيم عبد المقصود استاذ التكنولوجيا الحيويه بجامعه السادات، شكرا جزيلا لحضرتك. وهذا الحل نتكلم فيه ان شاء الله باستفاضه مع الدكتور عبد الحميد، لكن احنا كنا بنتكلم على القمح و
الموز. ايه بقى علاقه غير مباشره في النتائج في التاثيرات التأثيرات الغير مباشره؟ ايه تاثير مثل هذا القرار على زراعه وانتاج القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي رقم واحد عندنا؟ في الاحصاءات بتقول ان احنا يمكن اولى دول العالم في استيراد القمح، اكبر مستهلك للاسف يعني. فانا اعتقد بدعي ان هذا القرار له تاثير على على زراعه القمح وانتاج القمح في مصر والحجم الاستيراد. ازاي هيزود حجم الاستيراد وقلل المساحات؟ تخيل معايا لما الموز، زراعه الموز يتم حظرها في الاراضي الجديده والصحراويه، السعر هيرتفع وهيسمح به بالزراعه تحت نظام الري بالتنقيط في الاراضي القديمه. فهنا السعر هيرتفع، مزارع الارض القديمه هيقبل على زراعه الموز بكثافه نتيجه لارتفاع الايجارات وانه اتحصرت زراعه الموز في الارض القديمه على حساب الزراعه، على حساب المحاصيل الاستراتيجيه الاخرى. وبالتالي انا ادعي انه سوف انتاجنا من القمح هيتاثر بمثل هذا القرار. وبالتالي طبعا حضرتك ذكرت كذا مره الري بالتنقيط في الدلتا، هل اصلا منظومه الري بالتنقيط او الري الحديث ينفع نطبقها في الدلتا؟ يعني التنقيط ده بيعتمد على خراطيم ميه، وخراطيم ميه ممكن ميه الترع بتسدها وما بتشتغلش. لا هو بيبقى لا ممكن ينفع نطبقها هناك. لا هو دي النظام الري بالتنقيط هو نظام حديث وكفاءه استخدام الميه الترشيد عاليه فيه، بيبقى فيه انظمه فلتره قبل الشبكه، فدي هي مش مشكله بالدرجه الاولى يعني. فحكايه الانسداد والمشاكل دي متعلقه بكفاءه انظمه نفسها. الفلتره والمنظومه نفسها دي ما بتعدش. ولكن انت تقدر تقول ايه بقى؟ هل احنا عملنا اسسمنت لتاثير انتشار الري بالتنقيط في الاراضي اللي هي الطينيه القديمه وارتفاع مستوى الاملاح؟ لان الموز شره في استخدام الكيماويات فعلا، فهنستخدم التسميد المعدني بمعدلات كبيره. فتاثير ده ايه في الارض، على الارض الطينيه بتاعتنا؟ وتاثير ري بالمعدلات دي هيعمل ايه في مستوى الماء الارضي؟ وبالتالي تاثير ده على خصوبه الاراضي القديمه بتاعتنا اللي هي ثروه لا تقدر هي يعني اساسيه بالنسبه. اي بالظبط، تاثير ده لازم يعني قبل ما يعني ليه انا برضو ليه في سؤال هنا، ليه هم ما استعانوش او ما يعني ما خدوش براي العلماء او الخبراء والباحثين في هذا المجال قبل صدور هذا القرار؟ والله يا فندم يعني انا عايز اقول حاجه، احنا في اي يعني احنا في نقطه مهمه جدا المفروض نحطها في الاعتبار. احنا ما احناش اطراف في مشكله ولا اطراف في موضوع ما او في مناقشه ما، احنا كلنا مصريين وبنتشارك الحياه في هذا الوطن، تمام؟ فكلنا المفروض طرف واحد ندفع في اتجاه الافضل. فالمفروض في مثل هذه، مصر دوله كبيره ومواردها ضخمه، واتخاذ مثل هذه القرارات اللي بتمس مصالح الدوله بصوره مباشره وبتمس مصالح المجتمع بصوره مباشره تاخد يعني مساحه اكبر من الدراسه ومن الراي، نسمع الراي الخبراء المختصين في الكلام عشان نوصل لافضل الحلول الممكنه وهي موجوده بالفعل. طب بعد نقطه في التاثيرات الغير مباشره، تمام، وصلنا لحد القمح، بعد القمح ايه بقى التاثيرات؟ هو بقى التاثيرات هم يعني في التاثيرات الغير مباشره هم الحاجتين دولت بصفه اساسيه. ان زياده السماح بزراعه بامتداد بتوسع مساحات زراعه الموز في الاراضي القديمه هيبقى على حساب المحاصيل الاستراتيجيه، وبيترتب على ده، ودي مشكله كبيره. لان احنا بنعمل في العكس، في الاتجاه العكس، ان احنا نزود انتاجنا من القمح ونقلل الاستيراد. فده هيدفع بينا للخلف شويه. الحاجه اللي بعد كده هتثقل مخصصات استيراد القمح في الموازنه العامه للدوله. تاثيرات تابعه برضو. اللي بعد كده ثالثا زي ما ذكرنا تاثير الكميات التسميد المعدني اللي بتستخدم في الموز على مستوى الاملاح في الارض القديمه ايه، خصوصا ان الارض القديمه مش زي الارض الجديده، مش رمليه او خفيفه، دي ارض الساعه التبادليه الكاتيونيه بتاعتها عاليه يعني بتمسك الكاتيونات العناصر اللي بتستخدم في التسميد المعدني بصوره كبيره. فتاثير ده على خصوبه الارض ايه؟ تاثير ري الموز، واحنا عارفين برضو ان هو يعني نبات يعني بيستهلك كميات كبيره نسبيا، على مستوى الماء الارضي ايه؟ الحاجات دي لازم كان يتم يعني تقديرها وتتعمل لها اسسمنت دقيق قبل ما ناخد خطوه عشان نبقى عارفين الابعاد بمنتهى الدقه. احنا خلصنا التاثيرات، تمام، والدكتور عبد الحميد اتكلم في جزء من الحل او البديل
لهذه الأزمة. دكتور إبراهيم. إبراهيم. أنا عاوز أعرف من حضرتك يعني تفنيد بسيط للناس، إيه الحلول أو البدائل لتفادي تأثيرات هذا القرار؟ أولا علشان بس نصحح برضو المفاهيم بطريقة علمية، إحنا لا يجب نقول المحصول ده بيستهلك كمية مية كذا يبقى نقلل أو نحذره أو لا، الموضوع مش كده. يعني لو عندي بالبلدي وببساطة محصول بياخد مثلا متر مية وبينتج لي 4 كيلو من المحصول، ومحصول تاني بيستهلك نص متر مية ماشي وبينتج كيلو، يبقى أنا أقول اللي بيستهلك متر ده شره للاستهلاك، واللي بيستهلك نص بيستهلك أقل. لا، لما تيجي تعمل مقاربة ما يسمى علميا بكفاءة استخدام المية، water use efficiency، ده مصطلح علمي معناه كمية الانتاج بالوزن اللي بتاخدها من وحدة الحجوم من الماء المستخدم في الري، وده التعبير الأدق. قبل ما أقول المحصول ده بيهدر مية كذا كذا أشوف كفاءة استخدام المية قد إيه، هي مش بالكمية، المزمن أعلى المحاصيل العائد بالظبط كده، المزمن أعلى محاصيل المحاصيل بصفة عامة في كفاءة استخدام المية، دون استخدام الأنظمة الحديثة ممكن تصل كفاءة استخدام الماء مثلا لحوالي متوسط 2.5 كيلو جرام لكل متر مكعب، باستخدام التقنيات الحديثة اللي هنتكلم عنها ممكن توصل 3.5 إلى 4. لما اجي اقول ان الموز بيستهلك كمية ماء كبيرة ده كلام علميا غير دقيق، لازم استخدم مصطلح كفاءة استخدام الماء. طيب ماشي، احنا اتكلمنا على مصطلح كفاءة استخدام المية، لكن بعد هذه المرحلة نفرض ان احنا عاوزين نطبق البحث العلمي وعلى ما الحلول يعني الدراسات او الحلول في هذا الموضوع. اولا يعني زي ما قلنا احنا عايزين حل، احنا مش بنقول مثلا ان الحكومة، اكيد الهدف والغرض المتخذ هذا القرار هدف لمصلحة البلد برضه، وكان هدفه في اتجاه السياسة العامة للدولة في ترشيد المية، وده هدف كلنا مسؤولين عنه، ولكن هو القضية ازاي نعمل كده تمام دون التأثير تحقيق الهدف الاستراتيجي او السياسة العامة للدولة مع برضه عدم المساس بأي فئة، ما فيش تأثيرات كبيرة بالزبط. يعني نتفادى التأثيرات ونحقق الهدف ده ممكن. ازاي؟ عايزين بس هنوضح نقطتين. النقطة الأولانية يعني إيه أرض قديمة ويعني إيه أرض جديدة ويعني إيه أرض صحراوية. الأرض القديمة هي الأرض بتاعتنا الطينية الصمراء اللي هي أرض الوادي والدلتا. الأرض الجديدة هي المساحة، والأرض الصحراوية الأراضي اللي هي الرملية الجديدة الصحراء، زي مثلا غرب الطريق الصحراوي الأراضي الرملية الجديدة ديت اللي بنستصلحها حديثا. الأرض الجديدة يطلق على المساحة اللي بينهم، يطلق على المساحة اللي بينهم زي مناطق مثلا البستان، النبرية، مديرية التحرير، الخطاطبة، دي تعد أراضي جديدة. دي أول إيه حاجة كنا حابين نبينها. تاني نقطة مهمة جدا، إن زي ما قلنا كلنا بنتشارك الحلول ومسؤولين عن الحلول المشاكل اللي تطرق علينا، ولازم مزارع الأرض القديمة يوضع في الاعتبار زيه زي الجديدة زيه زي الصحراوي، كلنا واحد في مركب واحد، كلنا مزارعين وكلنا مواطنين في وطن واحد، فكلنا مسؤولين ما احناش اطراف. يعني انا مش هشوف ايه اللي في مصلحتي والقي بالمشكله في مساحه تانية. لا، احنا كلنا في مركب واحده، يعني هنعلى سوا يا هنعاني سوا. صح. فلازم الحل لا يضر احد من وجهه نظري. النقطه الثانيه اللي عايز اوضحها ان مزارع الارض القديمه اللي انا سمحت بزراعه الموز تحت نظام الرعايه بالتنقيط فيها، عنده زرعة الموز عنده مش أساسية، عنده بدائل أخرى كثيرة يزرعها وبإنتاجية عالية. يعني القمح مثلا، شوف حضرتك إنتاجية الفدان في الأرض القديمة يوصل 25 مثلا، في الأرض الجديدة اللي منعنا فيها مفيش الكلام، 10 تقريبا مفيش الكلام ده مجيبش. دي نقطة لازم نحطها في الاعتبار. يعني مزارع الأرض القديمة زرعة الموز عنده زراعة الموز مش أساسية، عنده بدائل كتيرة ومربحة. أما مزارع الأرض الجديدة ما عندوش بديل للموز. يعني هتلاقي مثلا في مناطق زي مديرية التحرير والمناطق دي الزرعة الأساسية هناك الموز والفراولة، الحاجتين دول.
هي الناس بقت شاطره وعندها خبره كبيره في القصه دي، وديت الزراعات الاساسيه. هل انتاجيتها بقى لو انا لما اجي الغي ايه البدايل اللي عند الناس دي؟ ما عندوش بدايل زي مفيش اي بدايل، مفيش اي بدايل زي الارض القديمه. فالنقطتين دول لازم ايه نحطهم في في الاعتبار لما نيجي نتكلم ونضع حلول حتى لا يضار اي ايه احد اي احد في الموضوع. انا من وجهه نظري يعني لو جينا عايزين نحقق السياسه العامه للدوله في ترشيد الميه وما نضرش حد، ممكن نعمل ايه؟ ممكن يتم حظر برضه، قرار حظر موز برضه، بس مش بالكيفيه دي، حظر زراعه الموز في الاراضي الصحراويه والاراضي القديمه، او الاراضي القديمه والاراضي الصحراويه. الاراضي القديمه عنده بدايل كتير جدا مش هيتضر، والاراضي الصحراويه زي اللي هي المستصلحه بقى حديثا غرب الطريق الصحراوي دي ارض رمليه، زرعه الموز برضو مش اساسيه فيها ومكلفه وفعلا انتاجيتها قليله، كفاءه استخدام الميه فيها قليله. اما الاراضي الجديده، الاراضي الجديده كفاءه استخدام الميه فيها عاليه، انتاجيتها من الفدان بتتعدى حسب احصائيات وزاره الزراعه يمكن 22 طن او في هذا المستوى للفدان، يعني انتاجيه حلوه ومواصفات تصديريه تمام، والغائها في المناطق الجديده هيضر المزارع. يبقى انا زرعه اساسيه احظر، ممكن ان انا احظر زراعه الموز في الاراضي القديمه اللي لا يضر المزارع فيها، والاراضي المستصلحه اللي بتتطلب كميات ميه كبيره والانتاجيه منخفضه، واحصره في المناطق الجديده ومش كلها كمان ممكن. يعني انا بتكلم على سبيل المثال، احنا بنتكلم في اجتهادات قبل للنقاش والنقد يعني طبعا. ممكن احصره في المناطق اللي هي بتزرع بمساحات كبيره وفيها عماله وما فيهاش بدايل عندي. زي ايه مثلا؟ عندك مثلا في الوجه البحري في اربع مناطق اساسيه. طب قبل ما نتكلم في المناطق دي، احنا معانا الدكتور محمد فتحي سالم. اهلا وسهلا. استاذ الزراعه الحيويه في جامعه المنوفيه. دكتور محمد اهلا بيك يا شعبان بيه، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. نتمنى يكون حضرتك متابعنا، علشان احنا يعني بنتكلم في موضوع زراعه حظر الموز، واحنا اتكلمنا في تأثيراته وبنتكلم على كده في الحل. بحيي ضيفك الكريم اللي كان بيتكلم من شوية. هو الدكتور عبد الحميد الشاهد، وهو أخصائي بقسم الفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية. ازيك يا دكتور عبد الحميد؟ أهلا وسهلا يا فندم. الله يكرمك. فيا دكتور، يعني عاوزين نعرف من حضرتك هذا القرار أهميته وتأثيراته والحل ليه بما لا يضر المزارع. القرار يا شعبان بيه، القرار ده حكيم جدا من وزير الري ووزير الزراعه. ليك تعرف يا شعبان بيه، ان هقول لك معلومه قد تكون صادمه للمجتمع المصري. صباع الموز الواحد البلدي بتاعنا اللي احنا بناكله هنا في مصر، اللي هي صنف ذا جراند نان او ويليامز او كده، الصنف ده يكلف الحكومه المصريه 133 لتر ميه. صباع موز واحد تشرب قصاده 133 لتر ميه. مع احترامي لكل بتوع الموز في مصر، ومع احترامي لكل الناس اللي بتزرع موز في مصر، مساحه الموز المنزرع والشعبان في مصر النهارده بتتكلف الحكومه المصريه 6 مليار متر مكعب ميه. 6 مليار بارقام معلنه من وزير الري اللي هو منوط بيه ضبط الاتزان المائي في مصر. عندنا معيار في الزراعه، وللاسف كل المختصين في الزراعه مش باصين له، حاجه اسمها البصمه المائيه للسور. انا بعت فريق الاعداد عند حضرتك. يا ريت الاعداد يعرض لنا الصوره يعني. وده ده ده ارقام صادره منظمه الدول والزراعه الفاو تقول ان الموز موجوده على الشاشه معانا يا دكتور. انا بعت لحضرتك وفريق الاعداد. موجوده على الشاشه، معروضه معانا على كده. قلت لك مني بعيد عن التلفزيون. اتفضل. ده دوكيومنت يا استاذ شعبان يقول ايه؟ ان واحد طن موز يكلف الحكومه المصريه 800 طن ميه. طن الموز يكلف الحكومه المصريه 800 طن ميه، اللي هي 800 متر مكعب ميه. اما اقول لحضرتك متر مكعب تساوي الطن عشان كثافه الميه. يعني حضرتك متخيل يا شعبان طن موز يعني 1000 كيلو موز يساوي 800000 متر مكعب ميه. خلاصه الكلام كيلو موز تساوي 800 لتر ميه. عشان حضرتك تاكل موز يا شعبان كيلو واحد كلفنا الدوله 800 لتر ميه. طب يا دكتور، احنا يعني المحصول الموز من المحاصيل الشرهه للميه، وده معروف، وقرار
هو قرار حكيم فعلا لانه بيوفر المياه، لكن احنا بنتكلم على تاثيرات هذا القرار، ازاي ممكن ننفذ هذا القرار ونوفر المياه؟ تاثيراته اعلى دول منتجه للموز في العالم، دول كلها مطيره، دول كلها الري كله مطري، مش حد بيروي موز ري غمر زي اخواتنا المزارعين في مركز بد والخطاطبه ومدير التحرير والصالحيه القديمه، حد بيعمل موز غمر؟ ولما نروح لموز التنقيط بيطبقوا معايير الميه كفاءه استخدام الميه في الري الغمر زي الميه الغمر اللي هي دريب اريجيشن زي الفرات العادي. بمعنى فدان الموز او الشعبان يكلف في السنه ما يقرب من 16,000 متر ل 18,000 متر في السنه، بدليل قد حضرتك مثال يعني، فدان الموز يكلف المستثمر في الموز ما يقرب 150,000 جنيه. فدان القمح لا يتكلف 4-5,000 جنيه. يعني مستثمر الموز او الشعبان عنده بدايل كتير جدا، عكس عبد الحميد ما كان بيتكلم، الدكتور عبد الحميد ما كان بيتكلم شويه. بدايل الموز كتير جدا. اما اقول لحضرتك ان عندنا كفاءه البصمه المائيه، هو بيتكلم كبدايل في الاراضي نفسها، يعني كبدايل انه يزرع في الاراضي نفسها. في بدايل، مع احترامي الكلام تراب حميد اللي قبل مني، تراب حميد الشاهد وده تلميذنا وراجل محترم وعارف الكلام ده كويس جدا. مصر يا استاذ شعبان داخل على شح مائي فعلا، فقر مائي، محتاجين لكل نقطه ميه. حضرتك مش هتموت يا استاذ شعبان ولا شعب مصر كله هيموت لو ما كناش ربع موز، بس هنموت لو ما كناش قمح، هنموت فعلا. شعب هيجوع لو كمية المية المستجلة دي. أنا بقول رجع تاني بثمن قرار وزير الزراعة المحترم مهندس سيد قصير وقرار الدكتور محمد عاطي وزير الري المحترم، الناس دي بإيديهم في النار. ما ينفعش مصر تضيع 6 مليار متر مكعب مية على 70 موز بالبلدي، وممكن رأي يزعل ناس كتير جدا في مصر. أيوه، وإحنا ما بنتكلمش على 70 الموز والناس اللي بتاكله، إحنا بنتكلم على الناس اللي بتزرع. بصالح بلد يا شعبان، بكلم بصالح بلد. بلد لو مش عندهاش حكمة في صناعة القرار بتاعها، بدليل إحنا الدولة الوحيدة شرق أوسط اللي بتزرع موز الشعبان ري تنقيط وبنادي كده. اسرائيل جنبينا ايه؟ ما بتزرعش موز. الاردن جنبينا ايه؟ ما بتزرعش موز، عندها شح مائي. السعوديه ما بتزرعش موز، تونس ما بتزرعش موز، المغرب ما بتزرعش موز بالمقننات دي، مش كده؟ دي بلد بتضيع. انا مع القرار يا شعبان في الوقت ده، احنا عندنا مفاوضات مع فرد النهضه وبكلمك بحس وطني، خايف على بلد بتضيع في امنها المائي. احنا 6 مليار متر مكعب ميه بتوع الموز، اقسم بالله والشعبان يطلعوا 8 مليون طن قمح. طب احنا كمان يا دكتور، هو حضرتك معانا، احنا معانا الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين السابق بمركز بحوث الزراعيه. دكتور محمد اهلا وسهلا. هو الدكتور محمد فتحي سالم معانا على الهواء، وكمان معانا في مداخله، وكمان معانا الدكتور عبد الحميد الشاهد. فاحنا بنناقش تاثير قرار حظر زراعه الموز، وكنا عاوزين يعني حضرتك تقول لنا رايك في هذا القرار وتاثيراته والبديل ليه او الحل لمواجهه هذه التاثيرات. والله استاذ شعبان، يعني من ناحيه القرار، هو القرار مطلوب، ولكن يعني مش بالشكل ده ولا في التوقيت ده. يعني احنا لما نلاقي النهارده ان كان في اجتماع لرئيس الوزراء مع معالي وزير الزراعه ومع معالي وزير الري ومع مع الجهات اللي هي ذات علاقه بالموضوع، عشان موضوع تطوير الري ونقل الـ يعني ادخال الطرق الحديثه في الري في الدلتا، وتغيير نظم الري من غمر الى نظم حديثه، فنعرف مدى اهميه الموضوع ايه بالنسبه لمصر كدوله، وحرج الموقف من الناحيه المائيه، وده كلنا احنا عارفينه وعارفين المشاكل اللي جايه من سد النهضه، بالاضافه لعدم الاكتفاء حاليا دلوقتي ودخولنا تحت خط الفقر المائي حاليا دلوقتي. فالكلام ده احنا مقدرين اهميته بشكل كبير جدا، وعارفين يعني ان هو مطلوب ان هو ينعمل. ولكن السؤال، هل يتم بهذه الطريقه؟ اشمعنى الموز اللي تم فيه هذا الامر؟ الموز كمية المية اللي تستخدم فيه من 6,000 ل 8,000 متر مكعب للفدان ديت على مدار سنة كاملة. طب أنا لما أجي أشوف محاصيل تانية زي الذرة مثلا، كمية الاستهلاك بتاعه قد إيه في الفترة اللي هو اللي بيقعدها في قلب الأرض؟ طب الكلام ده لو هو قعد، يبقى إذا هو أنا بحسب له الفترة بتاعته على أساس إن هو في سيزون واحد مش في سنة كاملة.
بيستهلك الكميه دي، وهي كميه توازي الكميه اللي بتستهلك في الموز ويمكن اكتر كمان. انما العائد منه لا يقارن على الاطلاق بالعائد من فدان الموز. طب دكتور محمد، يعني دكتور حضرتك قلت ان القرار ده مهم، لكن تاثيراته كبيره، ايه البديل؟ يعني ايه البديل ان احنا ممكن نوفر الميه اللي الدوله احنا محتاجينها في هذه الفتره مقابل ان احنا ما نضرش المزارعين؟ هل في بديل ممكن نطرحه على الجهات المسؤوله في هذا الاطار، خاصه ان الدكتور محمد فتحي بيقول ان هذا القرار صائب وواجب تنفيذه خلال هذا التوقيت بالذات في ظل ان احنا بنواجه ندره مائيه وشح مائي، وفي كمان لسه سد النهضه اصبح واقع دلوقتي، فحضرتك ايه البديل؟ انا متفق مع الدكتور محمد بشكل كبير في الكلام اللي بيقوله، وانا بدات في المقدمه بتاعتي طبعاً انا بقول نفس الكلام، ولكن انا برجع تاني وبقول ان مش هو ده السؤال، مش هو ده السؤال، هو الـ القرار مطلوب ان هو يطلع ولا لا، وفي حرج في الموقف المائي بالنسبه لمصر ولا لا. ولكن السؤال هو هل معالجه الامر يتم بهذه الطريقه؟ بقول لا. دكتور محمد فتحي حضرتك معانا، يعني عاوزين تعليق بسيط من حضرتك. انا ما سمعتش كلام دكتور محمد قوي. هو بيقول ان القرار، يعني ان هذا القرار تمام وعلشان احنا بنعاني من ندره مائيه، لكن الطريقه، هل هذه الطريقه المناسبه لصدور هذا القرار في هذا التوقيت؟ الطريقه والشعبان هقول لحضرتك على حل بديل عاملاه تونس في المحاصيل المكلفه للمياه. احنا الزراعه دي متقسمه محاصيل موفره للمياه، محاصيل شرهه للمياه. تونس عامله ايه؟ مع مزارعي الفراوله يا استاذ شعبان اللي بيصدروا فراوله لاوروبا، بيحاسبوا على المتر المكعب بدولار من 25 سنت. دولار للمتر المكعب الواحد في تونس، دولة شقيقة، عاملين محابس وزارة الري. لو مزارع الموز مصر يزرع الموز أو الشعبان حاسبوا على المية زي ما نجيب 95، لأن الراجل ده مستثمر كبير بيعمل 150 ألف جنيه فدان، مزارع القمح جنب منه 4-5 آلاف جنيه. يبقى المزارع ده نعمله زي كده كأنه خارج الدعم، خارج منظومة الدعم. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، علشان بس الوقت، أنا بشكر حضرتك يا دكتور محمد، رؤية حضرتك وضحت، وكمان بشكر الدكتور محمد جابر. لو في تعليق بسيط يا دكتور محمد. التعليق دكتور يا أستاذ شعبان، يعني إن القرار كان محتاج لدراسة أكبر من كده، والدراسة اللي اتقدمت عن طريق قسم الفاكهة الاستوائية معهد بحوث البساتين كان يجب النظر إليها باهتمام أكتر، وإنها تدرس بعناية عند اتخاذ القرار. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد جابر، مدير معهد بحوث البساتين السابق بمركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا معانا 3 دقائق تعليق على هذا الكلام كله. انا بحيي الدكتور محمد فتحي سالم، هو استاذنا، ولكن الحقيقه هو معلوماته في المجال، هو مش متخصص في الموز والميه والقصه دي، فمعلوماته مش دقيقه. هو استاذ الكريم ذكر ان طن الموز بيكلف 800 متر مكعب. الكلام ده عاري تماما من الصحه. الموز الفدان الموز في احصائيات الثابته الرسميه الطن متوسط انتاجه 20 الفدان 20 طن بيستهلك في الابحاث علميه موثقه في مجلات دوليه من 8 تحت نظام من 8000 متر مكعب في السنه لحد 14 او 15 تحت نظام الري السطحي. فهنا طن الموز بيكلف اقل من متر، مش الطن 800 متر، 800 متر مكعب، الكلام ده عالي تماما. الطن اقل من كم؟ اقل من متر واحد. اقل الطن. لا يا فندم بص، الكيلو بقى يقلف ايوه الكيلو ممكن يجيب 2.5 كيلو. ماشي؟ يبقى 2 كيلو الكيلو المتر قصدك المتر يجيب 2.5 كيلو. المتر يجيب 1.5 كيلو، يعني برضو هي نفس، ما انت دي 1000 ودي 1000، ما هو المتر 1000 لتر. والطن 1000 كيلو. يعني المتر بيجيب اكتر من 2 طن، مش ان طن الموز بيجيب 800، الكلام ده عاري تماما. لا وضح لي دي، علشان انت بتقول المتر يجيب 2 طن. حضرتك في الاحصائيات الرسميه انا بعتها لحضرتك، متوسط انتاجيه الفدان كام؟ احنا هنتكلم بالطن. بالطن 20 طن موز في السنه. تمام، ده الفدان 20 طن بياخد كام متر ميه؟ في الدراسات من 8 ل 14 حسب 14 ايه؟ 14,000. 14,000 تمام متر. 14,000 يعني الطن كم 1000 متر؟ يعني الطن
اقل من 1000، اقل من 1000 متر، يعني اقل من حوالي 750 مثلا. تمام. فدلوقتي دي 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 ملاحظه. الملاحظه الثانيه ان الاردن والمغرب والاسم الثالث اللي ذكره تونس. استاذ الدكتور لا، هم بيزرعوا موز وبيزرعوا موز والمغرب عامله مهرجان في السنه بتحتفل بيه بالموز في المغرب، وبيزرعوه تحت نظام الايه التغطيه اللي احنا هنتكلم عنه في عجاله. طب ماشي، احنا معانا دقيقه واحده نتكلم عن نظام التغطيه. البديل في رايي ان احنا نخلي الارض القديمه لزراعه المحاصيل الاستراتيجيه، برضو موضوع القمح لا، ده احنا هنزود انتاجيه القمح. تمام. ونحصره في مناطق التركيز بتاعته في المناطق الجديده، في المناطق الجديده زي مثلا النبريه، مديريه التحرير، الخطاطبه، الصالحيه. وفي الوجه القبلي ممكن في برضو المناطق الكبيره زي سوهاج، زي قنا، زي الاقصر. يبقى احنا كده احنا عايزين نوصل برضو لترشيد الامن، نحافظ برضو على الامن المائي. احنا هدف كلامنا وقعدتنا دي غير ان احنا بالظبط احنا الحل ده يمكن يخفض 75% من كميه الميه المستهلكه في زراعه الموز دون التاثير على الناس. يعني هنخفض، لو هو مثلا بتستخدم مليار متر مكعب، هو مش 50 مش هم مش 16 لان هم 5 هو بيقول 6 مليار 6 لا مش 6 ممكن نخفض 75% من كميه الميه بالري دون التاثير. ازاي؟ اولا هنخفض 50% من كميه الميه في حصر مساحه الموز في المناطق المحدده دي، يعني نلغي في الارض القديمه نوجهها المعتمده بسرعه. اي بالظبط، مناطق محدده اللي هي انتاجيتها عاليه، 50% كده انت شلت 50% من الميه. تمام. الجزء بقى اللي هيتزرع اقل من نصف المساحه هنطبق فيه التقنيات الحديثه برضو اللي ايه اللي في استهلاك، هتقلل لي كمان 50% 25% كمان. ازاي؟ الزراعه تحت الاغطيه الشبكيه، ودي معمول فيها رساله الدكتوراه بتاعتي متناقشه في 2017 في النقطه دي. هيوفر من 25 ل 30% من الميه المستخدمه. استخدام الملش ما هو فقد الميه من الايفابوترانسبيريشن، من النتح من النبات ومن البخر. الملش هيقلل البخر، ممكن يوفر لي كمان حوالي 10%. زياده استخدام الماده العضويه في التربه. استخدام الاسمده العضويه من اصل التربة. نباتي في التربه، ده بيحتفظ لي بالميه، زائد ان فيه مواد جديده زي بوليمرات البوتاسيوم معمول عليها ابحاث حاليا بتحتفظ ايضا، بتقلل نسب فقد الميه خالص. لو استخدمنا الاربع عناصر دولت في الكميه المحدده المساحه اللي هتزرعها هتوفر لي اكتر من 25% من الكميه المستخدمه حاليا، بالاضافه الى ال 50%. يبقى انا دلوقتي وفرت حوالي 75% من كميه الميه دون التاثير لا على معامل ولا مشاتل ولا المزارع الارض القديمه، بل بالعكس، ولا على الاستيراد ولا على اي حاجه. بالعكس، فانا والمزارع في الارض القديمه هيتوجه المساحه اللي هتزرع موز، لا هتتزرع قمح. بقول له الدكتور محمد احنا الارض ذات الانتاجيه العاليه من محصول القمح، بدل ما هزرعها موز لا، ده انا هوجهها للاستخدام. ونقطه كمان، الاسمده، دعم الاسمده بتاع الموز لا، انا اشيله خالص لان هو لا يمثل حاجه لمزارع الموز. انا ممكن اوجه دعم الموز خالص، مش عايز انا الدعم ده، اوديه للقمح. يبقى انا دعمت انتاج القمح، مش ان انا قللته، بان انا وفرت له مساحه الموز في الارض القديمه ذات الانتاجيه العاليه، وان انا وجهت له الدعم، ايه دعم الاسمده. احنا ضربنا عصفورين بحجر، ضربنا عصفورين، زودنا القمح وقللنا الميه وهو الهدف المرجو، و يعني ولم ما فيش اي فئه من القطاعات اللي شغاله في الموز تضرر، وزودنا المحاصيل الاستراتيجيه وهي الاساس بالظبط. فدي رؤيتي ورايي في الموضوع يعني. انا بشكر حضرتك جدا الدكتور عبد الحميد الشاهد اخصائي، وبشكر الدكتور محمد فتح سالم والدكتور محمد جبر والدكتور ابراهيم عبد العظيم وكل الناس اللي شاركونا النهارده، شكرا جزيلا لحضرتك. وان شاء الله يكون في سلسله حوار اخرى عن هذا المحصول وعن تاثيراته وعن البدائل ليه، ازاي ممكن نتفادى الخسائر اللي ممكن تنجم عنه، وخاصه بالنسبه للمزارعين المعتمدين عليه. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الحميد الشاهد. شكرا مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم. كلنا عارفين ان في ازمه حقيقيه في الميه في مصر بسبب زياده سكانيه، ده تسبب في ندره مائيه في مصر، وكمان في خطر تاني بنواجهه خلال الفتره الجايه وهو خطر سد النهضه. ونتمنى من المزارع المصري ومن الجهات المسؤوله
أن تتتبع أو تستخدم أساليب حديثة في الري وقرارات يكون فيها حوار مجتمعي لعدم وجود تأثيرات على أي فئة من فئات المجتمع. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا إن شاء الله الخميس المقبل 9 مساء معكم شعبان بلال.